بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا فاكريني جايبه لكم هديه ولا حاجه؟ لا، وكل اللي عاملين على فكره في الاستوديو وانا داخله بالطبق ده قالوا لي الله سندوتشات عامله لنا. قلت لهم لا، انا عامله السندوتشات دول لان انا طبعا ست عامله، لازم احضر سندوتشات الولاد قبل ما انزل اروح الشغل. السندوتشات دي يا جماعه بصوا عامله ازاي، اتفطست خالص. هي اتفطست نتيجة ان اي ام، وانا عذرة كل ام بصراحة، انها بتبقى من بالليل عاملة سندوتشات ومحضراهم، وساعات بتحطهم في شنطة المدرسة. طبعا شنطة المدرسة في ولاد كتير قوي بيعتبروها شلتة تتحط على الكرسي، فبيقعدوا فوقيها فيفطسوا السندوتشات. لكن دي السندوتشات بقى الصح المظبوطة تتعمل وتتحط في كيس. ما فيش مانع طبعا ان انت تعمليها من بالليل، لان انت عين امك بتقومي الصبح، طبعا تقومي الساعه 6 قبل ما الولاد مثلا ممكن يصحوا، تحضري لهم الفطار، والفطار ده وجبه مهمه جدا بالنسبه للاطفال علشان لما يروحوا المدرسه يبقوا مركزين. ايوه يا استاذ مجدي، طب يا عم انت بتشخط فيا ليه؟ ما انا لازم اقول للناس حبايبي جمهوري ان السندوتشات دي تتعمل ازاي. بس انا مش حفت كتير زي الفتايين على فكره. لا، عندنا بقى استشاري التغذيه الدكتوره مي ناصر، هي اللي هتكلمنا عن سندوتشات المدرسه وايه القيمه الغذائيه. حاضر حاضر حاضر. لا مش هنرغي، لا خلاص خلاص، اتفضلوا معايا يا جماعه. عارفه المخرج